موسم 2022 كامل، الموسم يلي كان احد افشل مواسم ليونيل ميسي بتاريخه. بكل بساطه ليه؟ لانه ترك برشلونه هو الفريق يلي ربح فيه وعاش فيه وصار اسطوره فيه، ولما يروحوا من بعد كل العمر اخر شيء على باريس سان جيرمان اكيد مش حيتاقلم من اول سنه. فانا ما بدي اعمل كل شيء عم بنصف ميسي بحكي، ما فيك تكون انت لاعب كل عمرك تلعب بنادي برشلونه، كل عمرك معود على جو الكره الاسبانيه، اخر شيء تروح على فريق تاني باخر مسيرتك على فريق مثل باريس سان جيرمان مليء بالنجوم، فريق متطلباته عاليه وما عم يحقق اصلا 1% من المتطلبات، وكمان بكون طالبوه يعمل موسم خرافي. فانا بعيد بكون مع ميسي، وصعب وصعب جدا انه يعمل موسم خرافي من اول مواسمه خارج اسبانيا. ولكن كمان تنعطى جائزه ذا بيست لليونيل ميسي على كاس العالم فقط وموسمه كان سيء. فبكل بساطه يلي صار مع ميسي هو حرفيا مثل كانه تلميذ بالمدرسه، ما درس كل السنه، واخر شيء يا غش بالامتحان يا اجى الاستاذ وعطى الاجوبه الاسئله، تفضل هون الاجوبه كتبهم وبتاخذ 100% تطلع انت الاول بالصف. انا ماني حمدون، وكريستيانو رونالدو بوقت ما ترك ريال مدريد بطل يعني لي كلاعب، بحترمه ولكن ما عادش اعشقه وما عادش حبه مثل قبل. بكل بساطه لانه غدر بريال مدريد بنظري، لانه ترك الريال والريال كانوا بامس الحاجه له، قال انه بده يعتزل بريال مدريد وما اعتزل بريال مدريد. فهيدي احد اسباب انه انا ماني حمدون رونالدو بوقت ما ترك ريال مدريد، والريت اللي تبعته فيها بتنعد على الاصابع العشره صراحه.